طيب، هل ممكن بقى استعمل الفيتشرز الباترن اللي انا خدتها في البارت ديزاين مع الشيت ميتال؟ ها نجرب كده. الله، ده ينفع اهو. دايركشنز ده بينفع، شايف؟ ايه ده؟ يعني ايه ده؟ مفيش ربط ما بين الايه؟ مش هيقول لك لا ده انا بتاع شيت ميتال بس. طبعا هنا تمام كده. طيب نرجع تاني شيت ميتال. امر السويفت اللي انا قلت لكم عنه ده ما هوش موجود هنا، صح؟ تقدر تضيفه؟ اقدر اضيفه منين؟ تولز كاستمايز، هاجي هنا على البتاع ده اسمه ايه، كومنتس، وهدور هنا على سويفت شيت ميتل، هتلاقي هنا امر سويفت اهو، ضفنا. ممكن تظهر كل اللي انت عايزه، ممكن تظهر تول بار خاص بالشيت ميتال، بس احنا عرفنا نضيفه. تمام، منين تاني؟ قائمة تولز كاستمايز، واجي هنا على الكومنت، هدور. انا بدور على مين؟ على شيت ميتال، محتاج امر ايه؟ سويبت فلانش. سويبت فلانش، الامر ده احنا جبناه منين من شوية؟ انسرت شيت ميتال، وخدنا هنا ايه؟ سويبت فلانش. طيب عندي حاجة اسمها ميتر فلانج، حلو؟ طيب ايه ميتر فلانج بقى؟ تعالى كده نختار الايدج دي، حلو؟ والايدج دي هرسم عليها مثلا سكتش، اوبس سوري. تمام، طيب وهنا هقول له ايه؟ هقول له انا عايز الميتر فلانج ده يكون على الاربع حواف دول. تمام، عمل زي علبة هنا، مقفل على بعضه ولا سايب مسافة؟ سايب مسافة. طب ده لوجيك ولا مش لوجيك؟ لا لوجيك طبعا، خلاص غير الجاب، انت حر عندك الجاب هنا كام؟ ربع ملي، لازم يبقى فيه جاب. طب انا عايزها 5 ملي، ماشي انت حر. تمام، طيب ممكن هنا تعمل اوفست للتريم اند ستارت وستارت والاند. يعني ايه؟ شايف القيمة دي؟ هنخلي مثلا هنا كام؟ 10. ايه اللي حصل؟ عمل اوفست فين؟ فين؟ من ناحية البداية. طيب وهنا من ناحية الاند؟ تمام، طبعا هنا صفر وصفر. طيب خلي ده ربع،
تمام. في مشكلة؟ طيب ما يتر تتلانش تاني. طبعا هو هنا بيتعامل مع كل ايه، على ما على كل بند لوحده، يعني هنا لما شكل ده وده اعتبر دي بند الوحيدة عملية تاني، ودي عملية تاني الوحيدة مختلفة. تمام كده؟ دلوقتي عايزين نطبق امر لوفت. امر لوفت في الشيت ميتال زيه زي امر لوفتد، زي امر لوفتد اللي كان في الفيتشرز. فكل حكاية ان انا هعمل ايه، هعمل اول مستوى جديد موازي لاحد المستويات الرئيسية، وليكن على بعد مثلا 100. اوكي، وهاجي هنا عند توب وهرسم سكتش، وهو مقطع الشيت الاولاني. وهاجي عند السطح ده او السرف البلان ده، وارسم مقطع الشيت التاني. مثلا ما بين المقطعين دول هروح اعمل ايه، لوفتد. طيب هو هنا لاختلاف المقطعين عن بعض بنسبة كبيرة، هقلل بس البند ريدس شوية. البند ريدس مش يقل عن 1.5، طيب انا هعدل تعديل بسيط على البلان، خليه 50، هعمل لوفت. طبعا لان احنا مش شغالين بابعاد بيحصل معانا المشاكل دي. ده اللوفتد، لو انت شايف هتلاقي ان المقطع اللي فوق غير المقطع اللي تحت، لو بصيت هنا النورمال فيو. تمام، انا بص كده عمودي، فالمفروض لو انا لو المقطعين زي بعض يبقى ايه، مش هشوف السطح ده. تمام، وده طبعا شكل الفلاترن بتاعه.